يحيى، انت ولا مره قلت لي انه عندك بنت كمان. انا كنت بدي اقول لك عمتي انه تبنيناها. شو؟ تبنيتوا هي البنت؟ ليش؟ ما حدا بيعرف من وين اصل هالبنت ومن اي مدينه جايه. يا ربي يا ربي يا ربي، هلا انا صار لازمني حمام. طيب انتوا عندكم شويه بول بقر؟ لا. شفت؟ ما قلت لك وقت كنا هنيك كان ما لازم نحضر العرس، كنا بعتنا مباركتنا وخلصت القصة. وهلأ بآخر هالعمر اجينا لهون بس مشان ننجس حالنا. شفت شلون حتى ما عندهم بول بقر كمان؟ بكفي حبيبتي بكفي. شبك ودخلك على شو انت عم تتطلع علي؟ وانت هلأ صار لازم تتحمم كمان. كنتي انت ما كان فيك تخبرينا انكم متبنين هالبنت تبني؟ طول ما انا قاعدة هون أنا ما بدي هالبنت تقرب علي بنوب. ليش أنتوا رحتوا تبنيتوا هالطفلة؟ ما كان أحسن إلكن تجيبوا لكم شي ولد؟ الله يرحم أيام زمان كانوا النسوان يجيبوا دزينة أولاد من دون ما يشتكوا من شي.